ما سمعنا الا الضرب بتخبط، وانا بعجل سحبت حالي انا وبنتي وطلعنا نجري برا، ورميت العجين والعجين كله انطلع رمل، بعد الاولاد قاعدين حوالي بدهم ياكلوا، وما شفنا الضربه اول مره وثاني مره وثالث مره، حتى اللي حوالي كمان فيهم استشهدوا نسوان وزام وشباب، والوضع يعني علينا اثر يعني صعب، شهداء واطفال ونسوان وزام وكله، والحمد لله رب العالمين. ايش بدنا نقول اكثر من هيك؟ كيف حالك؟ قاعد برقص الحمام. الله ينتقم منهم، حسبي اللي صار فينا يصير فيهم 10 أضعاف. أنا بتباهى في ابني إنه شهيد، وكل أولادي من قد ما هم للوطن. حمدين وقف، حط نصلي عليه هنا، حط نصلي عليه هنا. اعدل الكروسه يا شباب، اشرف اعدل الكروسه، اعدل اعدل اعدل، يلا يا عم اعدل، ارفعوا ارفع محمد رياض، ارفع خلاص يا احمد، خلاص يا حبيبي، انت عريس غالب الجنه، خلاص يلا محمد، لا يا شيخ نصلي مع بعض، بس ناسوا على الارض، ناسوا على الارض، ولا غير اللي ماتوا.
شو صار معكم بالضبط؟ والله لو لعبة شفتها ولد صغير 12 سنة مارق طريق 30 سنة مارق عمر بعد 30 سنة أبو عدشان بعد 30 سنة يجي فش اللي هو له الزب أبو 12 سنة مارق طريق ولد زراعة عايش الأبو بعد 30 سنة فش اللي هو فش اللي هو أباب القاهرة ضربوه مارق طريق ايه الذنب؟ مدرسة القاهرة؟ ايه الذنب وحسب الله ونعم الوكيل؟ شو بسيطة العالم؟ والله شو ذنبك والله شو ذنبك يا عميد والله والله تخسرنا بشك عميد والله والله تخسرنا والله تخسرنا إرادتنا من إرادة الله سبحانه وتعالى، لن نقهر ولن نهزم. فوق كل بيت هدموه راح نحط خيمة. أنا حي السجعية، حي السجعية يعني أول من يستقبل الشمس وأول من يصدر الرجال. رغم الألم والحرب صامدون. وهيها هذه الدبابة نقلت الجند اللي تم تدميرها دليل على صمود أهل السجعية. مسحوا التاريخ ومسحوا الجغرافيا لكن نسيوا أنه هذا كله محفور في قلوبنا. راح نرجع ونربي أولادنا ونرجع التاريخ ونرجع الجغرافيا غصب عنهم، وترجع السجعية وترجع غزة بإذن الله كما الكل يعرفها شامخة. وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل واحد اتآمر على هذا الشعب وظلم هذا الشعب وقتل هذا الشعب. كل من قتل هذا الشعب سيقتل. والسلام عليكم.